السلام عليكم. دلوقتي هنشوف موقع من جورني، بقول له ان انا هنا عايز مثلا اتخيل، وممكن تكتب اي حاجة. وليكن مثلا عايزين نشوف سوبر مان وهو صغير، سوبر مان بيبي، تمام. فهو اوتوماتيك هيبدأ هنا مديني لون اصفر اتخيل، ويديني اقتراحات، وانا ممكن بعد كده اطور في الاقتراحات ديت. هو بدأ يعمل الصورة اهوت. طبعا زي ما انت ملاحظ في صورة هنا سيئة، ممكن الصورة دي مقبولة شوية. لما يكمل 100% هيبقى في اختيارات ان انا اقول له اعمل لي ريلود، خد نفس الكلام وطور فيه، او ابدأ ان انا اختار صورة منهم واقول له عدل فيها. دلوقتي مثلا طلع لي الصورة ديت، ده 1 2 3 4. شوف انت احسن صورة انت عاجبك اني. انا مثلا عجباني الصورة رقم 2، فاقول له الصورة رقم 2 اهيت، تمام، واقول له عدل لي فيها. وممكن تقول له خد نفس الصورة واعمل لها الاربع صور دول عدلهم. دي الصورة هي رقم 2. ممكن نبدأ يجيب لك تخيلات لأخرى تبدأ تختار منهم. طبعا ممكن تكتب انا عايز سوبر مان في الحضانة، عايز سوبر مان هو بيلعب كورة، وهكذا.